السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم معايا في قناتي على اليوتيوب، قناة عبد العزيز جبر. النهاردة إن شاء الله يا جماعة إحنا هنتكلم على موضوع من موضوعات الهول كليننج، أو هنكمل كلامنا عليه. فبإذن الله هنتكلم عن نوع جديد النهاردة، موضوع جديد في الهول كليننج اسمه الهول كليننج ريجيمز. يعني باختصار شديد يا جماعة طريقة التنظيف بتاعة الهول كليننج. في عندك ثلاث حاجات هنتكلم عليهم النهارده بالتفصيل، وعشان كده ارجو ان الناس كلها تعيرنا الاهتمام والسمع عشان نفهم الطريقه اللي بيحصل بقى الهول كليننج في كل حاله منهم. طيب ايه هي الثلاث حالات دولت؟ فبنقول ان الكاتنج بيهيف ديفرنتلي ديبندنج اون ويل انجل. يعني ايه الكلام ده يا جماعه؟ يعني باختصار شديد حضرتك الكاتنج اللي طالعه ديت من البير بيختلف تصرفاتها according للزاويه. يعني لو انت بتحفر في زاويه البيلد اب اللي هي زاويه من 0 لحد 35، فهتبقى هنا الموضوع ما هوش صعب قوي، محتاج بس تاخد هاي فيس سويب وخلاص وتنظف على كده، فالكاتنج بيمشي بشكل سلس. انما الصعوبه كلها في الزاويه من 35 ل 60 اللي هو الهولد سيكشن ده، حضرتك دايما باختصار دايما بتلاقي ان بيحصل افالانشنج وبتاخد باك اوف وبيبقى التنظيف صعب، ومهما تعمل بيبقى صعب معاك يعني. فده ليه اجراءات معينه لازم تاخد بالك منها. والزاويه بقى اللي اكبر من 60 يكون الكاتنج راقده على اللو سايد اللي انت بتقربت من الهوريزونتال سيكشن، وبالتالي بيبقى برضو بتعمل معاك شويه مشاكل، ولكن مش بنفس القدر اللي بتكون عليه لما تبقى الزاويه من 35 لحد 60. ف هناخد شويه جايد لاينز للافكتيف هول كليننج ار ذير فور ديفرنت. خد بالك برضو من نقطه مهمه قوي، انا دلوقتي خد بالك من حاجه في غايه الاهميه. الخطوره بتيجي فين بقى؟ انا دلوقتي يا جماعه لو انا بحفر ومعايا مثلا زاويه اهي هوريزونتال، فالكاتنج زي ما اتفقنا ان هي بتبقى راقده فين؟ على اللو سايد زي ما انت شايف اهو، وكذلك السترنج بيبقى راقد على اللو سايد. خلاص طيب، كل ما بزود روتيشن كل ما بيحصل ايه؟ الكاتنج دي بتفور من تحت شويه فتطلع فوق مع التنظيف. طبعا المضي بياخد الطريق الاسهل ويبدا يطلع لحد فوق. لكن انا بقى بتبقى مشكلتي فين؟ عند البي اتش اي. عند البي اتش اي هنا يا جماعه بيلاقي في عندك القطر بيبقى مختلف في الانيلوس. بتلاقي حضرتك في هنا منطقه هاي انيولار فيلوستي وراها منطقه لو انيولار فيلوستي، وبالتالي حضرتك ممكن تخلي الكاتنج اللي موجوده ديت ترقد او تتراكم ورا البي اتش اي مباشره. فتبقى دايما تيجي تاخد مثلا وانت بتحفر تيجي تعمل ريسبروكيشن او تطلع او حاجه تلاقي نفسك بتجمعهم ورا بعض، ففي الحاله دي هتحتاج ان انت تعمل ار بي ام كتير وتاخد تاندم سويبس كتير عشان تقدر تتغلب على الديونز ديت او البيدز اللي اتكونت ورا البي اتش اي مباشره. فناخد بالنا زي ما قلت لك اهو في الهول كليننج ريجيم بتبقى عندك الزاويه من 0 ل 35 بتبقى اولموست فيرتيكال، فهنا اللي بيحكمك قوي الانيولار فيلوستي ان هي تكون اعلى من السليب فيلوستي، ده اول حاجه. فيبقى لازم هنا يكون الانيولار فيلوستي اعلى من السليب فيلوستي، وده بتتحكم فيه عن طريق الجالون بير مينتس تكون عاليه. طيب مش كده وبس، ده انا هنا بتلاقي حضرتك التوزيع بتاع الفورس او التوزيع بتاع القوه اللي بتاخد الكاتنج وتطلع بيها لفوق، او الفورس بتاعت الجي بي ام يعني متساوي زي ما انت شايف كده، مفيش ناحيه متفضله عن ناحيه. وبالتالي حضرتك بيبقى التنظيف هنا مجرد ما بتاخد مع كل كونكشن تعمل هاي فيس سويب ولا حاجه نفسك بتنظف البير بشكل كويس جدا ومفيش اي مشكله خالص حفر الابار الفيرتيكال. يبقى زي ما بنقول اهو السليب فيلوستي بتكون اقل من الانيولار فيلوستي بتاعتك، وبالتالي حضرتك بيكون التنظيف سهل. ده اول حاجه مين. طيب الحاجه بقى الخطيره قوي ايه هي؟ الحاجه رقم اتنين، دي رقم اتنين اسوأ حاجه. الزاويه من 35 ل 60 بتبقى اصعب حاجه في الحفر. ليه؟ حضرتك وانت بتحفر بتبني زاويه صح كده؟ السترنج بتاعك بيبقى رايد هنا برضه على اللو سايد، ولكن الكاتنج بتبقى برضه ايه بتيجي معاك هنا بتتكوم على اللو سايد، ولكن انت عندك الزاويه ايه مميله لتحت كده، فبتميل مع الوقت يعمل انت حضرتك مثلا كونكشن او سيرفي او اي حاجه، فتلاقي الكاتنج ايه تيجي عامله افالانشنج راقده ونازله تحت كده، فتعمل لك الافالانشنج بتاعك اللي هي تعمل لك الباك اوف، وممكن لا قدر الله تستك ويحصل لك مشكله. فبتبقى دايما مشكلتنا معانا هنا في الافالانشنج او اللي هي التراكم، ان الكاتنج بتنزل معاها كده وتتراكم عليك من تحت. طيب هنا بقى الحل بتاعك ايه عشان تعالج مشكله زي كده؟ الحل بتاعك ايه؟ طبعا احنا زي ما اتفقنا ده لو افترضنا ديت الكود السليب فيلوستي
ده القوه بتاعتها، انما القوه العكسيه اللي هي بتاخد الاب فورس اللي هي الانيوالر فيلوسيتي تبقى تاخد المحصله بتاعتك، فما بتبقاش بنفس القوه اللي بتنزل بيها الثانيه، فبيحصل لك الافالانشنج ده. طيب هنا بقى الحل ايه؟ الحل ان انا بقدر المستطاع يكون الكونكشن بتاعي اسرع ما يمكن، بقدر المستطاع لو بعمل سيرفي، طبعا سيرفي يعني لازم اوقف البمب، فما اعملش سيرفي الا لما اطمن، اعملها مثلا مع النيو كونكشن ولا حاجه، واطمن قبلها تماما ان انا نظفت حوالين البي اتش اي، يعني مثلا قبل ما اعمل كونكشن اقعد مثلا وليكن 10 دقائق ولا حاجه، بنظف بسركل عشان بس اضمن ان الكاتنج بعدت شويه عن البي اتش اي، شويه بس عن خد بالك. وطبعا بقدر المستطاع تظبط الايه الريولوجي بتاعتك تبقى مظبوطه، وهنا اللي بناخده في الاعتبار بيبقى اللو شير ييلد بوينت في الهوريزونتال وفي الفيرتيكال، وهنتكلم عليهم بالتفصيل في المود ريولوجي ان شاء الله. فده اهم حاجه. فانا دايما باستمرار عشان انظف كويس اخلي الوقت اللي اوقف فيه بقدر المستطاع يكون اقل ما يمكن، خلاص ده اول حاجه. تاني حاجه ان يكون معايا مثلا انا باستمرار الروتيشن عشان تهيج الكاتنج من تحت وتطلعها لفوق، ودايما اخد تاندم سويب. التاندم سويب دي يا جماعه تبقى لو فيس، يعني بضخ مثلا بيلا وليكن 5 برميل او 10 برميل، يعني مثلا سيكشن 8 ونص اضخ 10 برميل من اللو فيس، وراها مثلا 20 برميل من الهاي ويتد بيل. تبقى اللو فيس دي ليها نفس الوزن تماما تماما بتاع المض اللي انا بستخدم بيها، ولكن لو فيسكوستي. احيانا بنعملها ايه بقى؟ احيانا بنعملها براين، يعني ميه بملح بس لها نفس الوزن. تقوم تعمل ايه؟ اللو فيس ده تهيج الكاتنج اللي راقده على اللو سايد دي، وتهيجها تطلعها لفوق، يعني تعمل تيربلنت فلو كده، فيتهيج الكاتنج ترفعها من الحته اللي تحت دي تطلعها في الحته الواسعه اللي فوق شويه دي. مع الروتيشن اللي احنا بناخده، مع الروتيشن بتاع الار بي ام اللي انا باخده، فبيهيج الكاتنج لفوق، وتيجي وراها فولود باي، يعني متبوعه ب 20 برميل مثلا هاي ويتد بيل، يعني نفس ادي وزن الطفله اللي موجود معايا، لكن دي اعلى منه بحوالي 2 بي بي جي. ليه بقى 2 بي بي جي؟ علشان حضرتك دي بتبقى اعلى في الوزن بتاعها، وبالتالي بتشيل الكاتنج بشكل اسهل اكوردنج لقانون البوينسي فاكتور، قانون البوينسي فورس اللي هي قانون الطفو يعني، خلاص. فبتلاقي حضرتك عشان انضف كويس لازم اخد تاندم سويبس واشغل ار بي ام كويس بشكل مستمر وهكذا. طيب ده بالنسبه للايه؟ للافالانشنج يعني. طيب بالنسبه هنا بقى للزاويه 60 ل 90 اللي هو اولموست بقى دخلنا في الهورزونتال سيكشن، يعني هنا بتبقى في صعوبه شديده جدا ان انت تطلع الكاتنج. ليه؟ بتبقى راقده قوي على اللو سايد، لان طبعا بيبقى صعب ان انت تعملها. فنفس الكلام اللي بينطبق على الدايركشنال، بنعلي الار بي ام ونعلي الجي بي ام بتاعتنا، وفي نفس الوقت بحاول بقدر المستطاع ما اعملش روتيشن وريسبروكيشن كتير بالسترنج. ليه؟ لان انا لو عملت، ارجع للصوره دي، لو عملت روتيشن وريسبروكيشن بالسترنج هطلعت ونزلت تاني، هجمع الكاتنج معايا هنا ورايا، وبالتالي ممكن تحصل لي مشكله. فانا بحاول ان انا سايسها كده، ان انا اعلي الجي بي ام بتاعي او الفلو ريت، واعلي الار بي ام علشان اتخلص من المشكله ديت بتاعت الحاجه اللي على اللو سايد. ودايما بخلي المادريولوجي بتاعتي وانا بحفر الاثنين دولت، اللو شير ييلد بوينت هنا هي اللي بتحكمني، بيكون عندي قيمه السيتا 6 بتساوي حوالي 1.5 من الهول سايز. يعني لو انا بحفر مثلا 8.5 فتبقى مثلا 12 او 13 قيمه السيتا 6 يعني، والسيتا 3 تبقى حوالي 1.2، يعني اولموست مثلا لو قلنا 8.5 يبقى حوالي 10 ولا حاجه. فتيجي حضرتك تلاقي لو شير ييلد بوينت، تلاقي اللو شير ييلد بوينت بتساوي 2 سيتا 3 ناقص السيتا 6، ف 2 سيتا 3 يعني 2 في 10 ب 20 ناقص ال 12 يديك 8، يبقى كده صح اللو شير ييلد بوينت بقدر المستطاع تكون القيمه بتاعته تساوي الهول سايز. يعني لو طلعت 8 اوكي، طلعت 9 ماشي، لكن مش اقل من كده يعني، خلاص عشان اعمل جود هول كليننج في النقطه دي. طيب الابروتش زي ما قلنا حكينا فيها، بنقول من 0 ل 35 ويل، بنقول المض ريولوجي والفلو ريت ديزايند تو كومبات سليب فيلوسيتي اللي هي سسبنشن. نقول المض ريولوجي هنا ان انت بتتحكم، ان انت بتاخد سويبس باستمرار، تخلي اليلد بوينت بتاعك بقدر المستطاع يكون عالي بحيث ان انت يشيل معاك الكاتنج على طول، والجيل سترينث نفس الكلام.
وفي نفس الوقت بتاخد هاي فيس سويبس كل شويه، فدي بتعلي معاك برضو اليلد بوينت بتاعتك وبتزود الجيل سترينث في الاخر. كمان الفلو ريت هنا تبقى متقيد بالقيمه اللي حكينا عليها قبل كده، اللي هي ايه؟ اللي هي بقدر المستطاع تقرب من المينيمم بتاعك، يبقى 50 ل 80، من 50 ل 80 مضروب في الهول سايز بتاعك علشان تاخد جود هول كليننج. طيب في الزاويه من 35 ل 60، فبنقول ان البارتكلز او الكاتنجز بتاعتك ديزايند تو كومبات كاتنج افالانشنج. وقلنا هنا انت مشكلتك كلها انك بتتعامل في الزاويه دي مع الافالانشنج، فنقول باستمرار ان البراكتسز بقى بتاعتك الممارسات اللي هو ايه؟ بقدر المستطاع يبقى الكونكشن في اسرع ما يمكن، بقدر المستطاع ما اخدش سيرفي لو مش محتاج يعني، او طبعا بتاخد سيرفي كل كونكشن، لكن سيرفي اسال الراجل بتاع السيرفي لو ينفع مثلا البمب هتقف شويه، ينفع مثلا نحرك بار بي ام خفيفه خالص مثلا 20 30 ار بي ام ولا ما ينفعش؟ لو قال لك ما ينفعش خلاص يبقى قدر المستطاع ياخد السيرفي بتاعه وتبدا تشغل البمب على طول. اهم حاجه لما تيجي تبدا البمب او تبطلها يبقى حضرتك بتستروكات قليله، مش مره واحده تبطل بمب فجاه فيحصل مشكله، او مره واحده تعمل سيرج في الفورميشن، لو انت ضخيت مره واحده رفعت البمب مره واحده يعمل لك سبايك، لان طبعا الطفله بتبقى في حاله جيلينج فبتحتاج حضرتك ان انت تاخدها على الهادي يعني. اكبر من 60 بنقول ان البراكتس اللي انا بعملها وانا بحفر ديزايند تو موف كاتنجز ان لونج اند ستيشنري بيد، زي ما قلنا ستيشنري هي ثابته هي على اللو سايد يعني، وذ ا شورت افالانش انترفال ان ذا بيلد سيكشن. وبنقول دايما خد بالك ان الهاي انجل في عندك حاجه اسمها اي ار دي او اللي هو الاكستندد ريتش دريلنج، طبعا ده بتبدا تحفر البير من فوق خالص زاويه صفر لحد ما توصل 90، وحضرتك بيبقى اللونج ريديوس يعني بتاخدها قفش مره واحده كده، فطبعا بتتعامل مع كل الكلام ده مره واحده بقدر المستطاع وتبقى موعي الحفار على الامور دي كلها برده وهو بيحفر يعني. طيب زي ما حكينا هو الهول كليننج ان هاي انكلايند ويل، ادي عندك الفيرتيكال زي ما اتفقنا، بتكون في سيمتريه في التوزيع. يعني ايه؟ يعني حضرتك الكاتنج طالعه من هنا هي قد الكاتنج اللي طالعه من هنا، الفلوستي الانيولار فلوستي من هنا هو نفسه من هنا، فبالتالي ما بيعملش معاك اي مشكله، شويه سويبات وكل عام وانتم بخير وكل حاجه بتبقى نظيفه وسليمه وتمام. انما الهاي انجل زي ما حضرتك عند الافالانشنج، حضرتك وانت بتحفر هنا الكاتنج ايه؟ انت بتضخ من هنا، اي زاويه المد بيطلع منين؟ بيطلع من الطريق الاسهل، ايه اللي هيخليه يعدي من الطريق الضيق اللي تحت ده؟ يخليه يطلع بسرعه من الطريق الاسهل ده، تلاقي السرعه اعلى ما يمكن فوق، بعدين تقل 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 لحد ما تجي لك عند جدار البير وما تبقاش الدنيا منطقيه قوي. انما هنا بيبقى هنا فلاتر بقدر المستطاع، بيبقى فلات ريجيم، وان شاء الله نتكلم على الهيدروليكس بالكامل، كنا شرحناها برضو بالانجليزي بس ان شاء الله ايه نشرحها بالعربي قريب يعني. بتلاقي بقى حضرتك هنا توزيع الفورس هنا متساوي زي ما اتفقنا، فبتلاقي الكيرف بتاعك اولموست فلات يعني، فيقدر ينضف بسهوله. انما هنا زي ما انت شايف توزيع الفورس هنا اعلى ما يمكن عشان ده اسهل طريق، بتبدا تقل تقل كل ما تقرب من هنا فبياخد لك شكل البارابولا من هنا، فبتلاقي التنظيف صعب وبتلاقي حضرتك الفورس اقل ما يمكن جنب الماسوره، وبالتالي ده بيؤدي ان القاتنج ترقد على اللو سايد حضرتك، وبالتالي مع الوقت بتبقى راقده معاك وبالتالي ممكن تعمل لك افالانشنج عليها. طيب زي ما انت شايف اهو ادي المنطقه اللي فوق ديت اهي، ده الماسوره اهي راقده تحت، عندك الكاتنج بيدز بتتكون هنا، دي منطقه لو فيلوسيتي اريا واللي فوق دي الهاي فيلوسيتي، فبتلاقي حضرتك لو دخلت حتى هاي فيس سويب بتعمل معاك اي حاجه، دخل هاي فيس من هنا تطلع لك من هنا على طول. ساعتها بنستعوض عنها ان احنا نعمل تاندم سويب اللي هي لو فيس في هاي ويت، فالهاي ويت شويه بيبقى البايونسي فاكتور بيساعد معاك ان انت تشيل الكاتنج دي وترميها فوق، مع اني بزود الار بي ام شويه، مع اني بحسن البوتوم اب كل شويه، فبينظف معاك الى حد بعيد. بنقول اهو هول كليننج ان ذا هاي انكلايند ويلز زي ما اتفقنا. في عندك حاجه اسمها كاتنج بيد، نفرق بينهم انها عباره عن سبريد اوت فلات بيد اوف ذا كاتنج، اهي اسمها كاتنج بيد اهي، يعني بيد عامل زي السرير كده يعني على اخرها يعني، يعني مفروشه بشكل كامل. ده بيقول لك كاتنجز اونلي هاف ا فيو انشز تو فول تو ذا لوست سايد، زي ما انت شايف كده ده الكاتنج بيد. انما الكاتنج دونز طبعا وانس ذا لو سايد they are in the region of the low flow، فطبعا بترقد هنا في اللو سايد يعني. انما في عندك بقى حاجه اسمها كاتنج دونز، دي خطيره جدا، اللي هي حضرتك بتتكون في المنطقه زي ما قلنا ايه localized mounds of cutting، يعني حتت كده بتبقى ايه كتل متكونه كده ايه دشم 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 ورا بعضها. تيجي فين؟ زي ما انت شايف كده ادي البي اتش اي بتاعك اهو وراه على طول، ليه؟ هنا ده هاي انيولار فيلوستي، تيجي فجاه على لو انيولار فيلوستي فيحصل لها سيتلنج في النقطه دي، فتلاقي دايما ورا البي اتش اي يكون لك
الدونز ديت بنقول لها اوكرز باست ذا بي اتش اي ديو تو ريديوسد انيولار فيلوسيتي افتر ا لونج سلايدنج انترفال. زي ما انت شايف كده باك ريمنج برضه بيحصل معاك، الباك ريمنج وذ انسفيشنت ار بي ام برضه ممكن يعمل معاك المشكله دي كلها. فحضرتك هنا في الحاله دي تعمل ايه؟ زي ما اتفقنا كده تضخ هاي ويتد بيل وتنظف وانت طالع باستمرار علشان تحدث الموضوع ده. في ناس بتقول عليها هاي فيس، لا اسمها لو فيس هاي ويتد بيل، يعني وزنها هو اللي عالي وليس الفيسكوس بتاعتها هي اللي عالي. نفس الكلام اهو بنقول كاتنج موفمنت وذ فلو، هنا اللي مأثر معاك هنا الانيولار فيلوسيتي والسليف فيلوسيتي بقى اقل. طبعا ده المحصله بتاعت القوه زي ما اتفقنا بتكون هي نفس السليف فيلوسيتي اللي تحت ما اتغيرتش، ولكن هنا المحصله هي اللي بتاخد محصله الزاويه اللي انت بتشتغل فيها، فبتلاقي القوه اقل بكتير من الانيولار فيلوسيتي، وبالتالي تؤدي الى انها ترقد على اللو سايد تعمل لك كاتنج بيدز، وممكن كمان تؤدي الى باك اوف لا قدر الله نتيجه الافرانشنج. هنا بتبقى القوه محصله بقى هوريزونتال فبتبقى قوه صفريه، فبيبقى اللي هيحصل معاك ان انت بتنزل على طول اوتوماتيك الكاتنج مكانها لان السليف فيلوسيتي ثابته لانها في اتجاه الجاذبيه يعني. طيب الهول كليننج بقى زي ما قلنا اهو في الانفيرتيكال ويل اللي هي الزاويه بتاعتك لحد 35 زي ما اتفقنا، بنقول نو كاتنج بيد ويل بي فورمد، اكيد طبعا ما فيش كاتنج بيد لان طبعا في سيمتريه في التوزيع. بنقول and any hole cleaning is related to particle settling اللي هي الجزيئات دي يحصل لها settling، فيبقى هنا الانيولار فيلوسيتي قلت عن الايه السليف فيلوسيتي. طب ده يحصل امتى يا جماعه؟ لا قدر الله بقى لو معاك ووش اوت مثلا في الهول، فواخد جي بي ام غلط ما انتش حاسب يعني مش مظبط الدنيا في الامور الهيدروليكس ديت يعني. فبنقول او as the annular velocity is kept above the cutting slip velocity the cutting will be carried out of the hole. Otherwise it will settle and fill to the bottom. بنقول هنا ان العوامل المؤثره معايا هنا قوي في التنظيف في الزاويه الفيرتيكال هي زي ما قلنا المد ريولوجي بالدرجه الاولى والار بي ام بتاعتك سوري اسف والفلو ريت بتاعك. يبقى the hole cleaning is provided by the viscosity والانيولار فيلوسيتي اند بوينسي. فتاخد بالك قوي من النقط ديت ان الفيسكوستي هي العامل الرئيسي عشان كده بتاخد هاي فيس سويب كل شويه. نقول وين سيركوليشن ستوبس اول ما السيركوليشن بتاعك يقف they are suspended by the gel strings. يبقى حضرتك هنا بتتحكم فيها بالجيل سترينس لو انت وقفت البامب بتاعتك، وبالتالي اللي بيحكمك مينلي هو المد ريولوجي في التنظيف بالفيرتيكال في الفيرتيكال سيكشن. طيب بالنسبه بقى للسيكشن الصعب ده اللي هو الانكلايند ده اللي هو حضرتك من الزاويه من 35 لحد الزاويه 60، فبنقول ان الانيولار فيلوسيتي واليلد بوينت بتاعتك بوش ذا كاتنج ان اشورت شوبينج، يعني على دفعات كده زي ما انت شايف انت حضرتك بتبدا تطلعهم وهم بيبداوا يحصلوا لهم افلانشنج برضه على دفعات كده يعني. بنقول كاتنج اكيوميليت اون ذا لو سايد فورمينج ان انستيبل كاتنج بيد اللي بنسميها بويكوت افكت بتاعك اللي هو بتبقى نازله معاك عامله زي الكاتنج بيدز كده متكونه في شكل ايه حتت 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 موجوده على الارض، وبالتالي للاسف ممكن تسبب لك افلانشنج. mud moves at the high side of the above the bed يعني المد بتعدي من فوق من هنا وما بتلحقش تنظفهم، فيبقى الحل وكمان when circulation is stopped the cutting beds avalanche down hole and stabilizes at الزاويه 65 بتستقر في الحته دي. طيب يبقى حلك هنا ايه بقى في النقطه ديت؟ حلك ان انت بقدر المستطاع تخلي السيركوليشن مستمر، بقدر المستطاع تخلي الكونكشن في اضيق وقت ممكن، بقدر المستطاع كل شويه تاخد هاي فيس سوري اسف هاي ويتد بيل يعني لو دمب بامب تبامب حاجه اسمها تاندم سويب يعني لو فيس فتعمل لك تاندم فتعمل لك تربلنت فلو يهيج الكاتنج مع الوزن العالي اللي هتضخه بعدها اللي هي الهاي ويتد بيل، فبالتالي تاخد الكاتنج وتطلع بيها لحد فوق وبالتالي تقدر تنظف بسهوله شديده جدا من عن طريق التاندم سويب. طب بالنسبه بقى للهول كليننج في الزاويه اللي هي من 60 ل 90 زي ما انت شايف كده، ادي حضرتك اهوت انت عندك هنا الوزن بتاع الطفله كان 15 بي بي جي والكاتنج كانت وزنها 20 بي بي جي ايكويفلنت، فبالتالي هتحصل لها ستلنج في حته قليله قوي زي ما انت شايف كده في النقطه ديت، فيبقى حلك ان انت تقعد تعمل روتيشن باستمرار عشان تنظف. يقول الكاتنج سيتل تو ذا لو سايد اوف ذا هول، انما حضرتك بقى لما تعمل هنا الكاتنج وهي في النقطه اللي فوق ديت يعني في عندك اتنين قوه، في قوه فيها جزء جنبها وانت بتضخ كده وانت بتضخها يعني عشان يعني
حضرتك لما تعمل روتيشن فهتطلع تهيجها على فوق هنا، فالسيركوليشن بتاعك هنا في عندك في نقطتين، نقطه هاي بريشر زون ان هي وراها من هنا، ونقطه ثانيه اللي هي اللو بريشر، فبتدفعها دفع ان هي تكمل لفوق. بنقول الكاتنج ار بوشد اوت اوف ذا هول بالانيولار فيلوسيتي واللو شير ييلد بوينت هنا اونلي. ناخد بالنا من النقطه دي اللي هو بنقول الانيولار فيلوسيتي اند لو شير ييلد بوينت بوش ذا كاتنج ان تامبلنج موشن، يعني زي ما انت شايف كده بتبدا تمشي يعني تامبلنج بشكل تامبلنج، يعني بتاخدها ايه درجات. وال وين سيركوليشن از ستوبد ذا كاتنج سينك، يعني تقع في مكانها اوتوماتيك على طول تو ذا لو سايد فورمينج ا ستيبل كاتنج بيد ودزنت سلايد باك. بيبقى حلها هنا ايه؟ ان انا بنضف برضو بالتاندم سويب واعمل روتيشن كتير واخد بوتوم اب عشان انضف باستمرار. اتمنى يا رب يكون درس النهارده الهول كليننج ريجيم كان عجبكم، واتمنى اكون قدرت اوصله بشكل سلس. تحياتي ليكم واشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.